بدء مجريات العمل في الفلكة الثالثة من المرحلة الثانية لمدخل قضاء الصويرة. علما تم إنجاز التقاطع الأول لفلكة الزعيم والتقاطع الثاني لمدخل المدينة ومفرق طريق المطار، وهذه الفلكة الثالثة مدخل قضاء الصويرة من جهة محافظة بابل، تضم مدخل للمدينة ولشارع الحلة ومدخل جراج الصويرة، وهذه آخر فلكة من مشروع مدخل قضاء الصويرة.